بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، آمين. اقتربنا لختام هذا الترم، هناخد النهاردة واحتمال نكمل الموضوع الأسبوع الجاي آخر موضوع هندرسه في الترم دوت، وهو عقيدة الحياة الآخرة والأبدية. هندي مساحة للأسئلة أكبر النهاردة والمرة الجاية باعتبار ان دي اخر محاضرات، فعشان اللي عنده اي استفسار في اي حاجة سابقة ممكن فرصة يقولها، وياريت الاسئلة تتجهز بدري عشان نرتب الوقت على حسب عدد الاسئلة. عقيدة الحياة الاخرة من العقائد اللي مطبوعة في طبيعتنا من قبل ما يبقى ليها سند كتابي وتعليم إلهي، مرتبطة بطبيعة خلقتنا اللي ربنا خلقها فينا. في آية جميلة في سفر الجامعة الإصحاح الثالث عدد 11 تقول: جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. فالأبدية في قلب كل إنسان، ومن غير فهمنا وإدراكنا للحياة الآخرة والأبدية ممكن مش هنقدر نفهم حكمة الله وتدبيره وأعماله في حياتنا وفي الكون. علشان كده نلاقي في شعور داخلي باطني عند البشر ولا سيما القديسين، في شهوة للحياة الأخرى والانطلاق إليها. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وكل الآباء كانوا يشعروا أنهم غرباء في هذه الحياة، كثيرا ما نجد في سفر المزامير: الغريب أنا في الأرض يا رب فلا تخفي عني وصاياك. طب لما أنت غريب هنا أمال وطنك فين يا داود النبي؟ يقول: طالت غربتي علي. يعقوب أبو الآباء لما وقف قدام فرعون وبيسأله عمرك قد إيه، يقول له: سني غربتي. وقال له سنه، لكن اعتبرها ايه؟ غربة. لان في شعور قوي في داخل النفس ان احنا مش مخلوقين لهذه الحياة فقط القصيرة،
حتى الكتاب يقول إن كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس كمان. الآباء عاشوا بشعور الغربة. يوصف معلمنا بولس الرسول إبراهيم أبو الآباء، يقول بالإيمان تغرب إبراهيم فأرض الموعد كأنها أرضا غريبة، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. ده في عبرانيين 11. ويقول أيضا أما ذكر بعض الآباء الأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض ويبتغون وطنا أفضل أي سماويا. ربنا في الأصل لما خلق الإنسان ما خلقهوش عشان يموت، ولكن خلقه ليحيا ويخلد. وبحسب تعليم الكنيسة وفكر الآباء إن لو ما كانش آدم وحواء سقطوا في الخطية ما كانوش هيموتوا. عشان كده ربنا قال له يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، يعني لو ما كلش ما كانش هيموت. في مجمع كارتاجنا عام 417 في رد المجمع على بيلاجيوس الهرطوقي قرر المجمع قال ايه؟ قال من قال بأن آدم الإنسان الأول قد خلق قابلا للموت قال من قال بأن آدم الإنسان الأول قد خلق قابلا للموت سواء أخطأ أو لم يخطئ فليكن محروما، ولكنه بعدما أكل من الشجرة قال له الله لأنك تراب وإلى التراب تعود. حتى عند غير المؤمنين الفلاسفة والحكماء اللي هم بيفحصوا الأمور بالتدقيق رغم عدم خلفيتهم الإيمانية والدينية كان عندهم شعور قوي بأن في خلود. وده يرجع لإيه الشعور دوت؟ للي احنا قلناه في الأول، وضع الأبدية في قلوبهم، حاجة في طبيعة الإنسان، ميل فطري وشعور فطري أنه يعيش بهذا الإحساس. بس أقروا الخلود بطريقتهم الفلسفية بقى، بالنظريات الفلسفية. ديكارت قال إن النفس بسيطة، فطالما بسيطة تبقى خالدة. أفلاطون كان يعتنق فكرة الأضداد، تبادل الأضداد، إن الأضداد يتحول بعضها إلى الآخر. فيقول فبما أن الموت والحياة ضدان إذن لابد بعد الموت إيه؟ حياة. كانت الفيلسوف الألماني
قاعد يفكر كده بيقول ايه، ان الدليل على وجود حياة اخرة هو عجز الانسان عن تحقيق سعادته المنشودة في حياته القصيرة على الارض، لانه ليس من العدالة ان يكون مصير الفضيلة والخير هو العدم، وان تكون نهاية البار مثل نهاية الفاجر. قال مش ممكن يبقى كده. في مفكر وكاتب فرنسي يقول ان صوت الضمير اللي بيعذب الانسان على فعله الشر ويريحه لفعله الخير بل يدفعه اليه لهو اكبر دليل على خلود الانسان. لما يفضل يفكروا في طبيعه الانسان كده بيوصلوا لهذا الامر. وده يظهر لنا حاجه، اولا ان عقيده الحياه الاخرى بالنسبه لنا وقبل كل شيء هي اعلان سماوي تعلمناه من الوحي الالهي من الكتاب المقدس. ثانيا عقيده الخلود او الحياه الاخره او الابديه هي قضيه منطقيه يصل اليها العقل، علشان كده وصل اليها الفلاسفه وتتعجبوا كتير لما تشوفوا مثلا اثار قدماء المصريين. تفتكروا ايه هي اعظم اثار قدماء المصريين؟ نوعيتها ايه؟ مين يقول لي؟ اي اقول يا ابني؟ نعم؟ المقابر، صح، توابيت والمقابر. يعني ما تلاقوش، انا ما افتكر يمكن ما شفتش خالص اثار للبيوت او القصور اللي عاش فيها قدماء المصريين. معظم الاثار اللي معروفه على الاقل ليا تنحصر في حاجتين، معابد، وبرضه فكره المعابد والالهه حتى لو ايمانهم مش مظبوط لكن في فكرة وجود الإله، الإيمان بعالم الروح، العالم الآخر غير المنظور. والمقابر اللي هي إشارة لإيمانهم بالحياة بعد الموت. فكان يهتموا جدا 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 باللي هيموت دوت يبقى عنده كل حاجة، عشان كده تلاقوا كان بيبقى فيها كنوز، وكانوا يهتموا بالتحنيط، يقولوا عشان لما يجي الوقت اللي هيقوم فيه وروحه ترجع يبقى جسمه سليم موجود. فطبعا وصلوا لدرجة من العلم والتقدم في التحنيط ما زالت لغز يحير العلماء حتى الآن. تشوفوا شكل المقبرة بتاعة الفراعنة منتهى الفخامة منتهى الجمال منتهى الغنى بالكنوز اللي فيها. ده يعبر عن ايه؟ عن شدة ايمانهم بالحياة الآخرة
والأبدية. طيب إذا كنا إحنا أو ربنا خلقنا ووضع الأبدية في قلبنا، ولكي نحيا الحياة الأبدية، رحلة الأبدية بتبدأ إمتى وبتمشي إزاي؟ ما هي رحلة الإنسان نحو الأبدية؟ تبدأ هذه الرحلة من بدء تكوين الإنسان، اللي بيتم بالتزاوج، بيتكون الجنين في البطن الأم، بيبقى من خلية واحدة، ويبدأ ينمو 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 لغاية ما ياخد اكتمال التكوين والنمو 9 أشهر ويولد. لكن لا يولد جسد فقط، ولكن زي ما احنا عارفين الإنسان بيولد بالطبيعة البشرية اللي هي عبارة عن جسد وروح. متى تدخل الروح في الجسد وتتوجد فيه، وازاي وامتى، محدش يعرف ازاي وامتى. انا هقول لكم على بعض النظريات اللي اتكلمت عن الموضوع دوت حتى في اباء الكنيسة، وهنقول فكر كنيستنا بيميل لأني نظرية منهم. هما 3 نظريات. أول نظرية تقول إن الإنسان بياخد جسده وروحه من أبويه، زي ما بياخد الجسد بياخد الإيه؟ الروح. دي نظرية. نظرية تاني بتقول إيه؟ إن ربنا خلق الأرواح كلها في البداية، وبيجي كل طفل هيتولد أو ما بيتكون في وقت معين، وهو بيتكون في بطن أمه بيبقى مازال في البطن، بتتحد الروح بالجسد. إمتى؟ ما نعرفش. في يقولوا 40 يوم من أول يوم، ما حدش يعرف. دي نظرية تانية. في نظرية تالتة تقول إن الإنسان بياخد جسده من أبوه وأمه، وربنا بيدي لكل واحد مجرد ما عند تكوينه يخلق روحه فيه. دول 3 نظريات. يعني نظرية تقول إن بياخد روحه من أبوه وأمه في الخلق المسبق للأرواح، وفي إن كل إنسان على حدة عند تكوينه ربنا بيخلق فيه روح. إيه رأيكم أنتوا بقى؟ قول يا ابني. لا قول، لا قول رأيك. لا قول، قول الأولى للتانية للتالتة. مش هنشرح يعني. نعم، التالتة.
هو فعلا مش يعني آباء كنيستنا يميلوا أو يعتقدوا بالنظرية التالتة، وأكتر ناس شرحوها كان البابا كيرلس عمود الدين والبابا ديسقورس. قالوا كده إمتى؟ لما جه خلاف حوالين طبيعة السيد المسيح، هو طبيعة ولا طبيعتين؟ فكان أصحاب الطبيعتين يقولوا لا، ده طبيعة نسوتية وطبيعة لاهوتية، رغم ان هم يقولوا متحدتين، لكن يقولوا ما زالوا في ايه؟ في طبيعتين، لان دي جوهر مختلف عن ديت. فأبائنا البابا كيرلس عمود الدين والبابا ديسقورس قالوا لا، المسيح واحد وطبيعة واحدة، لكن طبيعة من طبيعتين، طبيعة تشمل خصائص الطبيعتين، اسمها طبيعة الإله المتأنس أو الإله المتجسد. وإدوا مثل، قالوا زي الإنسان نفسه، الطبيعة الإنسانية أو البشرية بتتكون من روح وجسد. الجسد الإنسان بياخده من أبوه وأمه، والروح من عند الله. لكن لما بتتحد الروح بالجسد بيكون ما يسمى الطبيعة البشرية، وممكن الإنسان بالكامل ينسب لأبوه وأمه. مفيش حد هيقول دي أم الجسد بس، لا، بيقول ده أمه، أم فلان أو أم فلانة، فلان أو فلانة، ديت بطبيعتها الكاملة اللي هي روح وجسد بقت أمهم، بقت أمهم. قالوا بهذا القياس فإحنا رغم إن إحنا عارفين ومتأكدين، أقربوا يعني؟ حاضر. عارفين ومتأكدين ان السيد المسيح اخد الجسد بتاعه من الست العذراء، لكن اللاهوت مش منها طبعا، لكن بالاتحاد، باتحاد اللاهوت بالناسوت نقول عليها والدة الاله، لان هي لما ولدته، ولدته هو متحد بالايه؟ اللاهوت متحد بالناسوت. فزي الانسان ما روحه بتتحد بجسده فينسب كله بقى كيان واحد، فبنفس الشيء تبقى العذراء نقول عليها والدة الإله. وطبعا القديس البابا ديسقورس شرح نفس الشرح. أنا بقول لكم في السياق أن يعني كنيستنا بتؤمن وتميل بالرأي الثالث أو النظرية الثالثة. ايه الفرق بين الروح والجسد بقى؟ وفي حاجة تانية اسمها النفس، في الروح وفي الجسد وفي ايه؟ النفس. نبدأ بالحاجة اللي ممكن تلخفن الاول، الفرق بين الروح والنفس. قول يا حبيبي. اللي هو ايه؟ اي
اللي هي بتعبر عن مظاهر الحياة يعني، أو هي نقول الرابطة بين الروح والجسد. طول ما الروح جوه في الجسد بيبقى الإنسان عايش بيتنفس ويتحرك، وفي مظاهر الحياة جاي من النفس حتى. طول ما في نفس يعني في إيه؟ حياة، مظاهر الحياة اللي بنقول عليها النفس، ودي موجودة في الحيوان لأنه جسد فقط يعني. لكن أحيانا في التعبيرات الدارجة ممكن يتقال على نقصد بالروح النفس أو النفس الروح، يعني نتكلم على النفس كأنها إيه؟ الروح. لكن لما اتكلمنا روح ونفس بيبقى في فرق. لكن ممكن حتى في طقس الكنيسة تفضل يا رب أنفس عبيدك، لكن نقصد بها ايه؟ ارواح. اما الجسد فطبعا معروف كيان مادي محسوس، في تركيبته البيولوجية ووظائف الفسيولوجية المعروفة، لكن في الإنسان بقى لأن الروح متحدة بالجسد فبيبقى في علاقة وطيدة بينهم هما الاثنين. تلاقي لو حاجة تخص الروح تأثر في الجسد، والجسد يأثر فين؟ في الروح. فرغم ان هما متحدين برضو بغير اختلاط ولا امتزاج، سمات الروح معروفة والجسد معروفة، لكن اصبح كونوا كيان واحد اللي هو الطبيعة البشرية. حتى الكتاب يعبر عن كده، يقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. الغم في قلب الرجل يحميه، مع ان الفكر والغم والحاجات دي حاجة تخص الروح، لكن تلاقوها تأثر في الجسد قوي. فالجسد يأثر في الروح والروح يأثر في الجسد. لو إنسان وأحيانا يشتهي كل منهما ضد الآخر، ممكن الروح بتبقى عايز الإنسان يصلي ويمارس ممارسات روحية، الجسد عايز يأكل يشرب يتمتع يتلذذ يشبع شهواته. فعشان كده يقول الكتاب الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، ويقام كل ما كلاهما الآخر. لكن بالنسبة للقديسين أحيانا بيحصل إيه؟ نوع من المصالحة بالتدريب الروحية، الجسد بيبقى خاضع للروح ويتبنى رغبات الروح وينفذها. فتلاقي الواحد عايز يصلي فيقف جسده ويرفع ايده، عشان كده تقول انسان روحاني، يعني انسان روحاني يعني يسلك فيما للروح. لكن لو واحد كل تفكيره في الحاجات الجسدية نقول ده انسان جسداني شهواني، كل تفكيره في الجسد. وزي ما الروح بتأثر في الجسد وتشركوا معاها في العبادة وفي الأصوام وفي فعل الخير، الجسد أحيانا يخضع الروح برضو لو غلب عليها، ويخلي الفكر اللي هو خاص بالروح بدل ما يبقى الفكر في أمور في السماء لا يبقى في أمور أرضية وفي شهوات.
فممكن بالإمكانيات الروح الإنسان يسلك بصورة بشعة أكتر من الحيوان كمان، لأن الحيوان مش هياخد حاجته إلا لو جسمه محتاجها بالفعل، لكن الإنسان لو الجسد هو اللي غالب بالفكر وبالتخيل اللي الإمكانية الروح بتديها ممكن يعيش نفسه في أمور يعني أرضية وجزانية بصورة أكتر من الحيوان كمان. لكن بتفضل العلاقة بينهم موجودة خلال رحلة الحياة، ويظل هذا الاتحاد قائم بين الروح والجسد، وربنا وضع قانون طبيعي زي الإنسان ما بيتوجد بقانون طبيعي، برضو موته بيبقى بقانون طبيعي. يظل الجسد طالما هو صحيح وسليم حامل للروح، والروح تبقى ساكنة فيه. لكن لما بيتلف وميبقاش فيش فرصة لإصلاحه وتبدأ أجهزته بقى تنتهي، في هذه الحالة تفارق الروح الجسد وإلى اللي بنسميه الموت. وطبعا لحظات الموت دي بتبقى مش سهلة، لأن الإنسان هنا بيبدأ بقى يدخل في المرحلة الأكبر اللي ملهاش نهاية، فبتبقى لحظات مش سهلة. احنا بنصلي دايما في تحليل نص الليل نقول له أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، عمر الإنسان بيتفاوت من شخص لآخر طبقا لظروف كتيرة، حسب ظروف حالة جسده وحسب حكمة ربنا أيضا في حياة كل إنسان. وأصبحت الحقيقة القوية التي لا يختلف عليها أي إنسان مهما كانت ثقافته ودينه الموت. لكن هنا طبعا بيختلف بدءا من هذه اللحظة مصير الإنسان بيبقى إيه؟ ماذا بعد الموت؟ ولأن بعد الموت حياة لا نهاية لها، فالحكماء والقديسين والفهماء دايما يبقوا حاطينها قدام عينيهم ويستعدوا ليها. حتى الأنبياء، ده داود النبي يتوسل يقول له لا تقبضني في نصف أيامي، وفي صلواتنا دايما نطلب معونة القديسين والست العذراء ان تعيننا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة.
في صلاة الغروب نقول عند مفارقة نفسي من جسدي حاضر عندي، لمؤامرة الأعداء اهزمي والأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختم الحقيقي. بعد ما بيموت الإنسان بيبقى حسب بقى حياته في الأرض بيتحدد مصيره. فاكرين ربنا يسوع المسيح لما إدى مثل الغني والعازر، يقول مات العازر فإيه؟ فحملته الملائكة. إذن موت الأبرار نبص نلاقي مين اللي بيبقى موجود ومين اللي يستلم روحهم؟ الملائكة. عشان كده والقديسين، عشان كده بنستشفع بالست العذراء إنها تكون موجودة. لكن لو أشرار، الشياطين هم اللي بياخدوا روح، وعشان كده بنستنجد بيها لمؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب. بعد الموت هل بتحدث المجازاة ولا لسه؟ متى تكون المجازاة؟ قول يا اللي ورا خالص. نعم، يوم الدينونة، صح. طب امال بعد الواحد لما بيموت بيحصل ايه؟ بيبقى في فترة انتظار يختلف فيها الابرار عن الاشرار. طب ليه المجازاة ما بتحصلش على طول؟ ليه الواحد ما بياخدش الحكم على طول وفي الحال؟ لكذا سبب. اول حاجة، الانسان لما فعل الخير وفعل الشر فعله هو في الجسد، فالإنسان هيحاسب روحا وجسدا. فلما الإنسان بيموت روحه بتنفصل عن جسده، الجسد بيبقى يتحول لتراب في القبر، والروح تروح في مكان الانتظار بتاعها، ونعرف هو ايه دلوقتي. فما ينفعش يتحاسب، لأن الروح مش هي بس اللي هتتحاسب، لازم يقول عما صنع بالجسد خيرا أم شرا. وبالتالي ربنا عين يوم للدينونة العادلة، اللي هي هيكون فيها الحكم بعدل وبفحص دقيق. طيب في الفترة دهيت بقى اللي احنا فيها، ما بين الموت وبين يوم الدينونة، في مكانين. الأبرار بتحملهم الملائكة، وأحيانا في صحبة للقديسين، يعني مثلا القديس ماكسيموس ودوماديوس لما اتنيحوا بمقرشف، الأول روح القديس ماكسيموس
وفي اباء الرهبنه والملك قسطنطين، وجم خدوه وراح لقاه متنيح. بعد كذا يوم قالوا له الحق اخوه ابونا دوماديوس تعب قوي ويعني شكله كده هيرحل برضه، فأسرع أبو مقار عشان يسلم عليه قبل ما يسافر. فشاف نفس المنظر اللي شافه يوم نياحة أخوه الأكبر ماكسيموس، بس المرة دي نفس المجموعة هي هي، بس زايد معاهم واحد. مين؟ نعم؟ ما القديس ماكسيموس. فهنا القديسين بيبقى لهم ناس تستقبلهم، وده اللي قال عليه ربنا يسوع المسيح، بيقول ايه؟ اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. إنسان لما يعمل خير وصدقات يبقى له علاقة بالقديسين ويستشفع بيهم ويمشي حسب سيرتهم، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، يلاقيهم في انتظاره. ودي بتبقى بفرح بقى، تبقى النفس فرحانة. العكس صحيح، مش هتكلم في العكس ده يعني ايه كتير قوي، ربنا ما يجعلش الحد يعني يكون من ضمن هؤلاء، ربنا يدينا كلنا نكون من ولاده ولينا نصيب معاه. فبيفضل الأبرار في الفردوس في صحبة القديسين، والأشرار في صحبة الشياطين والأشرار اللي زيهم. طب هو الحكم كده يبقى صدر؟ لسه هيقول ده بيتعذبوا. طيب هنقول كل واحد اختار الصحبة اللي هو عايزها، محدش غصبوا عليها. طبعا الفردوس هيبقى فيه سعادة وراحة، ده يكفي الصحبة. تخيلوا لما حد يبقى قاعد في وسط الملائكة والست العذراء وماري جرجس وأم بنطونيوس وماري مينا والناس دي كلها، ده حتى المثل يقول من جور السعيد يسعد، يبقى في فرح في سلام في اطمئنان. رائحة القداسة كده موجودة، لكن بعد عنكم الوضع العكسي. تخيلوا واحد كده، ده احنا واحنا في وسط العالم هنا، لو الواحد الظروف اضطرته يعيش وسط ناس اشرار كده يبقى مش طايق، يبقى مخنوق، يبقى متضايق، يبقى مش مرتاح. ما يصدق اللحظة ان يخرج بيها عن الايه؟ بره الناس الاشرار اللي هم محيطين بيه دول. فينتظر الانسان في الفترة دهيت. طبعا هنا الفترة دهيت احنا بنصلي من اجل الركض. هتقولي الصلاة بتنفع؟ بتنفع، خصوصا للناس اللي هم ليهم بعض الهفوات او خطايا بغير معرفة.
طب ازاي الكلام ده؟ هل يسري؟ نقول اه الكتاب هو اللي علمنا كده. قديس يوحنا يقول ان رأى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. والقديس بولس يصلي من اجل أنيسيفوروس اللي انتقل، اللي يعطيه الرب رحمة. وابن سيراخ يقول لا تمنع معروفك عن الميت. ورد في مكابيين برضو يقول فصالح ومقدس هذا الفكر، فلهذا صنع هذا الفداء لأجل الراقدين ليحلوا من الخطايا. فأكيد الصلوات بتدي راحة للمنتقلين ومعونة، وخصوصا اللي هم يعني ايه محتاجين سندة شوية كده. طب يا ترى هم القديسين في الفردوس وفي الجحيم بيبقوا مقيدين؟ حسب تعليم الآباء لا، بيبقى لهم في مساحة من الحرية، كل واحد بيمارس شهوة قلبه في فعل الخير والصلاة والتسبيح والمعونة حسب طبيعته. والأشرار كذلك، الشيطان ممكن يستخدمهم. نعم، اللي خلانا احنا واحنا في الجسد بنصلي، مش هنصلوا مش هيصلوا هم في اللي في الجحيم، قصدك اللي في الفردوس يعني؟ اللي في الفردوس طبعا. ده قبل الصلب، قبل الصلب، لكن احنا بنتكلم دلوقتي كان على الفردوس لما اتفتح. حتى اللي كانوا في الجحيم من الأبرار كان عندهم رجاء، لأن الجحيم برضو كان درجات، في درجات زي ما بيقول في ذلك ستقوم لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. فالأشرار في العهد القديم كان في مكائف بيبقى في وضع صعب، الأبرار مش شايفين النور مش متنعمين، لكن في حالة عندهم على رجاء هيجي المسيح ويخلصنا ففرحانين. كل هؤلاء نظروا الموعد من بعيد وحيوها وأمنوا بها فركضوا على الرجاء. وبالفعل أول لما المسيح جه له المجد هنقول دلوقتي عمل إيه يعني. الآباء يعلمونا إيه بقى؟ القديس جيروم يقول إن أرواح الرسل والشهداء الساكنة في حضن إبراهيم في موضع الفرح أو تحت مذبح الله فإنهم لا يستطيعون مبارحة قبورهم أو أن يحلوا في أي مكان. بيجاوب واحد يعني اسمه فيجلانيوس يقول له اعلم أنهم في مراتب القديسين وليسوا في سجن، أنهم في مراتب القديسين وليسوا في سجن قتلة، بل محفوظين في حرية وكرامة في أرض الأبرار. فربنا بيديهم مساحة من الحرية، وده الدليل على كده إيه لما بنتشفع بماري جرجس، ببوسفين، بامبانتونيوس، بالست العذراء، نلاقي فيه يعني تجاوب وفي استجابة وفي صلة قوية بيننا وبينهم رغم ان هم انتقلوا بقوا في الفردوس، لكن ما زالت الثقة
أو الصلة قائمة. طبعا الحتة بتاعت الأبرار في العهد القديم كانوا في الجحيم، ولكن عند موت السيد المسيح على الصليب حصل ايه؟ روحه انفصلت عن جسده، الروح الإنسانية انفصلت عن الجسد، لكن اللاهوت ظل متحد بكل من الروح والجسد، لأن الناسوت عبارة عن روح وجسد، فلما يموت الروح بتفرق الجسد، لكن رغم مفارقتهم لبعض لكن متحدين بالإيه؟ باللاهوت. فطبعا ربنا يسوع المسيح روحه الإنسانية متحدة بلاهوته، يعلمنا الكتاب يقول القديس بولس الرسول: الصعد المسيح إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى اللي هي في الجحيم. يعني سبى سبيا وأعطى الناس كرامات، تنبأ عنهم داود في المزمورة الحتة دهيت بيقول: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم، لأنه كسر مصاريع نحاس وقطع عوارض حديد. ودي اللي بنقولها في المديحة بتاعت يا كل الصفوف السمائيين. القديس بطرس الرسول يقول عن الوضع دوت بتاع روح السيد المسيح المتحد بلاهوته، يقول: الذي فيه ذهب فكرز للأرواح التي في السجن اللي كانت في الجحيم. احنا حتى في صلواتنا نقول: انر علينا كما انرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم. دي بالنسبة لمكان الانتظار بعد الموت، الجحيم والفردوس. يظل هذا الأمر لإمتى بقى كده؟ لغاية المجيء التاني. المجيء التاني ده بقى له علامات، والمجيء التاني له مظاهر، والمجيء التاني هيرتبط بالقيامة، وكيف تكون القيامة. طب واللي عايشين وقت المجيء التاني؟ طب الميتين هيقوموا، واللي عايشين هيجرى لهم ايه؟ وما بعد القيامة الدينونة، وكيف يكون الحكم؟ ملايين ملايين مليارات البشر من آدم لآخر الدهور، ده احنا لما بيكون في محكمة وتزدحم القضايا شوية بيبقى يعني أزمة. ازاي يحكم على كل إنسان على كل حياته من أولها لآخرها؟ وماذا بعد الحكم؟ اللي في الفردوس هيروحوا فين؟ واللي في الجحيم هيروحوا فين؟ كل هذه الأمور وغيرها هنأجلها للمرة الجاية نتكلم فيها بالتفصيل،
عشان ندي فرصة للأسئلة النهاردة. في موضوعين آخرين طبعا هيندرجوا تحت بند اللاهوت المقارن، هندرسهم مع منهج المرحلة الثانية. فكرة المطهر عند أخواتنا الكاثوليك، ودي هي بيؤمنوا بها كفي الفطرة اللي ما بين بعد الموت على طول، مرضتش أكلمكم عنها دلوقتي. احنا ناخد لاهوت عقيدي الأول، وإن شاء الله في اللاهوت المقارن هنتطرق ليها. وبرضو في فكر تاني منتشر عند بعض البروتستانت، الملك الألفي، وده يسبق المجيء التاني والدينونة، وده برضو فكر يختلف عننا بالنسبة للبروتستانت. دي برضو هنرجعه لمنهج اللاهوت المقارن اللي هندرسه مع بعض في المرحلة التانية، لكن هنكتفي بهذا القدر عشان نقدر أجاوب لكم أكبر قدر من الأسئلة وما أخركوش.